في كتير طرق وسط الحياة كانوا فيها ناس، وطرق تبان مفروشة ورد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة، هو الطريق. أهلا بيكم أعزائي مشاهدي قناة الطريق في أي مكان في العالم، بنرحب بيكم. أهلا بطلبات الصلاة بتاعتكم، أرقام التليفونات موجودة على الشاشة، أو ممكن نكتب طلبات الصلاة على الفيسبوك. بنرحب بيكم، أهلا بيكم في برنامج صحوة، وعندنا حلقة جديدة النهاردة. هل يسكن الله في بيتك؟ هل يسكن الله في بيتك؟ بيتك ساكن فيه ربنا؟ بصلي ان الوقت ده يكون بركة لناس كتير وتشجيع لناس كتير جدا. في بداية الحلقة حابب اشارك معاكم بآية ربنا يشجعك بيها في مزمور 83 وعدد 8، بيقول: هوذا اعين الرب على خائفيه الراجين رحمته. هوذا اعين الرب على خائفيه الراجين رحمته. الناس اللي خايفة، اللي جواها مخافة الرب، اللي بتتشجع رب، عينين ربنا عليهم. من فضلك اتشجع وصدق كده، انت ابنه او بنته، عينين ربنا عليك، مش هيسيبك في الأزمة اللي احنا بنعدي فيها والعالم كله بيعدي في الأزمة دي، لكن عينين ربنا عليك، عينين ربنا عارفة احتياجاتك ايه، وعينين ربنا عارفة مخاوفك على أولادك، وعينين ربنا عارفة كل حاجة. عين الرب على خائفيه الراجين رحمته. انت بتترجى ربنا وبتقول له: يا رب احفظني، احفظ بيتي، احفظ اولادي، اسندني. هو عينين ربنا عليك. صدق النهارده ان عينين ربنا عليك، صدق بالايمان، تصدق في اسم رب يسوع. اتحد معايا في الصلاه النهارده وارفع قلبك لربنا. خلي ربنا يشجعك النهارده بتشجيع بالروح القدس، مش بكلمات يا جماعه، او ما يكونش زي اي فيديو او اي حلقه انت بتحضرها على التلفزيون او على اي قناه تانية. لا، انا عايزه بالروح القدس الرب يسوع يوصل لك ويقول لك: انا معاك وما تخافش. في اسم رب يسوع اطرح يا رب كل مخاوف من اولادك ومن بناتك، في اي حد بيشاهدني ارفع ايدك كده وقول: عينين ربنا عليا، عينين ربنا عليا، عينين ربنا من اول السنه الى اخرها، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. ربنا معاك كل الوقت في اسم رب يسوع. عينين ربنا عليكي، عينين ربنا عليك. كل واحده خايفه، كل ام خايفه على اولادها، كل ام حتى خايفه تموت وما تربيش اولادها، يا رب بنتهي روح الخوف في اسم رب يسوع. نصدق النهارده انك انت معانا، نصدق انك انت معانا في الازمه دي اللي بيواجهها العالم كله. يا رب الفيروس بتاع كورونا، كل العالم مضطرب وكل العالم منزعج، انت معنا، انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يا رب الايات دي تدخل جوانا، يا رب تعالى بتشجيع بروح القدس لناس كتيره مرتبكه او منزعجه او خايفه ومش عارفه فعلا الدنيا تاخدنا على فين والحياه هتمشي ازاي حتى لما يخلص فيروس كورونا، لكن عارفين حاجه واحده، عارفين حاجه واحده، انك انت معنا وعينيك علينا وعينيك عارفه احتياجاتنا، وانت بتهتم. الرب راعيه فلا يعوزني شيء. احنا مش هيعوزنا شيئا من الخير ولا يعوزنا شيئا من الحاجات الارضيه، لان الله معنا، الله كلي القدره، الله كلي العظمه، الله معنا، الله بيرعانا في اسم رب يسوع. في اسم رب يسوع اتشجع، في اسم رب يسوع اتشجع، اتشجع. خلي الله يشجعك دلوقتي، يشجعك يقول لك: انا معاك في اسم يسوع. بنتهي روح الخوف يا جماعه، ما نستسلمش للمخاوف. ايوه فعلا بنحبط، انا عن نفسي باحبط لما بسمع الاخبار، لكن ما نخليش الخوف يمتلك مشاعر، يمتلك افكاري، ما اقدرش اعمل حاجه في يومي. لكن النهارده هنشوف، هنشارك مع بعض: هل الله يسكن في بيتك؟ النهارده هنتعلم حاجه جديده: هل الله يسكن في بيتك؟ نعم، الله يسكن في بيتي. الله مش بس في الكنيسه، لكن ممكن الله
يسكن في بيتي. في رسالة فيليمون، فيليمون دي الرسالة اللي كتبها بولس الرسول إلى فيليمون، دي رسالة من إصحاح واحد. وبولس الرسول قال لفيليمون وقال له كده: وإلى أفيبية المحبوبة وأرخبس المتجند معنا وإلى الكنيسة التي في بيتك. كان بولس بعت رسالة لفيليمون بيشجعه، إن هو كان فيليمون عنده كنيسة في بيته، وأفيبية دي زوجة فيليمون، وأرخبس ده كان ابن فيليمون. فقال له: إلى الكنيسة التي في بيتك، يعني ينفع يبقى عندي كنيسة في بيتي؟ أيوة ينفع عندي كنيسة في بيتي. الكنايس اللي احنا بنروحها مرة في الأسبوع، وحاليا بقى لنا شهر ما رحناش أي كنيسة، والكنايس كلها مقفولة في العالم، لكن أنا ممكن يبقى في بيتي كنيسة. لو أنا عمري ما صليت خلال السنين اللي فاتت في البيت مع زوجتي أو مع أولادي، أو حتى صليت بصوت عالي، أو قريت طلعت الكتاب كده وقريت مزمور ولميت أفراد الأسرة، يا جماعة هو ده الوقت، هو ده الوقت يبقى في كنيسة في بيتك. ربنا عايز يبقى في كنيسة في بيتك، بدل ما انت قاعد متربص على الأحداث اللي هتحصل بكرة، وإيه اللي هيحصل بعد كورونا فيروس ما هتخلص، أو إيه اللي هيحصل، أو عدد الناس اللي بتتوفى كل يوم. طب دلوقتي وقت إنك انت تشوف، تراجع نفسك وتحاسب نفسك وتقول: إيه ده، أنا عندي كنيسة في بيتي ولا أنا ما عنديش كنيسة في بيتي؟ ولا يمكن انت اصلا ما بتروحش كنيسه بقالك سنين، او انت اصلا العلاقه بينك وبين الله منقطع بقالها سنين، وبتشتغل الاسبوع كله 7 ايام. الله سمح ان يديلك وقت تقعد في البيت، خساره. صدقوني ده وقت جميل ممكن نعمل، يبقى مثمر في الملكوت ومثمر في حياتنا وحياه اسرتنا لو استغلناه. يبقى عندك كنيسه في بيتك. طيب في حاجه تاني انا عايزه اشارك بيكم بيها معاكم في أشعياء 66، إن الناس بتعتقد إن الكنيسة هي الكنيسة اللي أنا بروحها بره، المبنى الجميل الفخم، المذبح الرائع الشيك والصور الرائعة. لكن الله عايز النهارده يوصل لحاجة بالروح القدس، إن أنا يبقى عندي كنيسة، الكنيسة اللي في بيتي دي 7 أيام في الأسبوع. والكنيسة اللي في بيتي دي مش بركة بس لأسرتي، الكنيسة اللي في بيتي دي تبقى بركة لناس تاني كتير. في أشعياء 66 بيقول إيه؟ من عدد واحد: هكذا قال الرب: السماوات كرسية والأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لي وأين مكان راحتي وكل هذه صنعتها يداي؟ فكان كل هذه يقول الرب. وإلى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام. ربنا بيقول ايه؟ ربنا بيقول السماء كرسية والارض موطئ قدمية، وانتوا هتيجوا تبنوا لي بيت؟ ده فين مكان راحتي؟ ما الله ممكن يبقى، ما هو في بتبقى في كنيسة شيك وجميلة، لكن الله مش مرتاح فيها يا جماعة. لما واحد يدخل الكنيسة ولو شاف اخوه، ولو شاف واحد زعلان منه، او واحدة شافت واحدة زعلان منها، تتجنبها وتمشي وما تسلمش عليها. الله مش مرتاح في الكنيسة، فيها انقسامات وفيها انشقاقات وفيها عدم محبة. الله مش مرتاح في الكنيسة. فبيقول: وأين مكان راحتي؟ يعني المبنى اللي انتوا هتبنوه ده، هو ده هيكون مكان راحتي. الكنيسة يا جماعة تبدأ من بيتي، تبدأ من علاقتي الشخصية، تبدأ من قلبي. فبيقول كده في العدد الثاني: أنظر إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلام. ده المكان اللي بيرتاح فيه الله. المكان اللي بيرتاح فيه فين؟ المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. واحد كده متواضع، ده هو ده مكتوبة للمساكين بالروح. واحد متواضع ومش بيشوف نفسه إن هو أحسن ولا حاجة، واحد كده متواضع منسحق الروح كده جواه لما بيصلي فعلا حقيقي مع ربنا، ومرتعد من كلامي، يعني لما بيسمع كلمة الله بيرتعد. في حد يا جماعة فينا في السنين اللي فاتت ولا الأيام اللي فاتت لما بيسمع فعلا كلمة ربنا يرتعد من كلامه؟ جماعة الفترة اللي فاتت يشربون الاسم كالماء، يبقى الواحد ممكن طلعت في دماغه أنا هبقى جاي يبقى جاي، واحد يبقى أنا عايز أعمل كذا يعمل كذا. أنا كنت أروح الشغل، الكلام ده من 7 سنين، كنت أبقى حاضرة الكنيسة يوم الأحد، يوم الاثنين أروح الشغل
ويجيني حد في لما كنت شغالة في الحكومة، ويجيني حد في الشغل كاتب على الورق بتاعه ان هو منفصل عن مراته، ومراته مش موجودة، وهو بالفعل موجود مراته في البيت، وجاي يقدم بالكذب علشان ياخد فلوس، ياخد الفود ستامب والكاش. فانا طبعا ما كنت، للاسف ما كنت بنسحب، وكنت اقول له انا ما ينفعش انا اشتغل معاك، لان انا عارفه ان الورق ده كله مكتوب كذب. واقيس على هذا كتير كتير، يعني انا بروح الكنيسه والله مش مرتاح في الكنيسه، فالله بيقول اين مكان راحتي؟ يا جماعه فين مكان راحتي؟ فين مكان راحتي؟ مكان راحت الله في قلبي. لو الله ارتاح في قلبي، الله مرتاح في قلبي، يعني ان رعيت اسما في قلبي لا يستمع ليها يا الله. لو هو شايف في حاجه رياء، وشايف كذب، وشايف عدم امانه، لا يرتاح في الله. لكن بيقول هرتاح فين؟ فين المكان الراحه بتاعتي؟ يا جماعه مش المشكله شكلنا قدام الناس ايه، ربنا بيشوف القلب. فادانا كلنا اجازه، ادانا يعني الله ادى كده اجازه للعالم كله، اقعدوا في البيت. طب نحاسب نفسينا، نحاسب نفسنا، ربنا كان مرتاح في قلبي، ربنا كان مرتاح في بيتي، ربنا مرتاح في علاقتي مع الناس، ربنا مرتاح في علاقتي حتى مع اقرب الناس ليا. الست بتخبي والراجل بيخبي، الست بتعمل حاجه من ورا جوزها والراجل بيعمل حاجه او ياخد فلوس او يعمل ويعمل من ورا مراته. طب كل ده يا جماعه ربنا مش راضي عليه. طب دلوقتي عندنا وقت قاعدين في البيت، ده وقت نتوب فيه. لو انت شخص كده مزيف، شخص مش حقيقي، ربنا مش هتوصل السما. لو انت انسان مش حقيقي مع نفسك، اول واحد انت مش حقيقي مع نفسك. يا جماعه بيروحوا كنيسه ويركبوا عربيه واحده، ويبقى اتنين كابل زوجين رايحين الكنيسه مع بعض، هما في الكنيسه، راحوا الكنيسه وهم رايحين في العربيه مش بيتكلموا بعض، ومتخاصمين وقدام الناس في الكنيسه بيسلموا على بعض ويبوسوا بعض. وبعدين لما انا وعصام جوزي نتدخل في المشكله، نعرف ان هم متخاصمين، لكن بيعملوا مسرحيه قدام الناس، بيعملوا مسرحيه قدام الناس في الكنيسه. يا جماعه ربنا تعب، ربنا عايز المؤمنين الحقيقيين. لو انت انسان مزيف، انسان مش حقيقي، ربنا بيقول لك طب تعالى نحطني، تعالى راجع نفسك، وتعالى شوف، تعالى شوف اللي انت السكه اللي كنت ماشي فيها. طب ما هي غلط، ده وقت تقعد فيه وتحاسب نفسك، انت اللي تحاسب نفسك. يا جماعه اكتر واحد ممكن يحاسب نفسه هو انا خبايا القلب والخطايا المستتره مين يشعر بيها غير الله؟ لما انا اجي واقول له يا رب افضح اللي في قلبي، هو هيوريني اللي في قلبي، ويوريني الالتواء والاعوجاج اللي في حياتي. وده وقت يا جماعه، وقت ثمين جدا في حياه ناس كتير. يا جماعه توبتك وتوبتك وصلاتك وصلاتك هي اللي هتنزع المرض وتنزع الوباء. يا جماعه ده وقت نتوب ونتغير ونرجع عن طرقنا الرديئة، نرجع عن الطرق بتاعتنا الرديئة والالتواء والإعوجاج. ربنا مش هيبارك. بركات على رأس الصديقين، بركات على رأسي، لأني قلبي متضع. لما بشوف فيها مش إن أنا بيرفكت وما بعملش حاجة غلط، لكن بشوف حاجة غلط في قلبي أنا بجري عليه وأقول له سامحني وساعدني أتغير. ربنا بيقول كده إيه في الآية بتاعت متى 15:8، يقول يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. نفسي بقى نقف قدام الآية دي، نقف يعني ده وقت محدش، كل الناس زهقانة في البيت، كل الناس مخنوقة، وكل الناس متضايقة، وكل الناس زهقانة، وكل الناس خايفة. طب نقف نحاسب نفسنا ونشوف الوقت ده، قلبي ده كان فعلا قريب من ربنا، ولا قلبي كان مبتعد عن ربنا. بيقول يقترب إلي هذا الشعب بفمه، يعني أنا بروح بفمي بسبح، بفمي بعلي صوتي وأقول الترنيمة وأرفع إيدي. يقترب إلي هذا الشعب. يا جماعة قلب ربنا بيبكي، قلب ربنا بيبكي. كفاية الكنائس انقسمت، الكنيسة اللي أنا كنت فيها انقسمت كتير جدا. لما أنا مشيت من 6 سنين من الكنيسة، الكنيسة انقسمت 6 مرات.
بسبب العناد، بسبب عدم الغفران، بعدم المحبة. والشباب اللي بيضيع، هذا الشعب يكرمني بفمه، بتكرم ربنا بس ببقك، ربنا صعبان عليه، I'm sorry يا جماعة، بس ده قلب ربنا، دي دموع ربنا. حرام حرام، خسارة الوقت، خسارة حياتك الأبدية، خسارة حياتك الأبدية، خسارة إنك أنت حياتك تضيع على الأرض. ربنا بيديك فرصة للتوبة، علشان تتوب، علشان تتغير، وعلشان تعبده بطريقة صح، عشان تعيش صح، علشان تنقذ من الجحيم وتعيش في الأبدية معاه. هذا الشعب يكرمني بشفتيه، وقلبه مبتعد عني، قلبه مبتعد عني، كل البعد عن ربنا. والناس اللي بتروح وتقود في كنائس يا جماعة، دي سبب عسرة، سبب عسرة للشباب. كل الشباب اللي في الكنيسة اللي كنت بحضر فيها مشوا كتير. قعدت قدام ربنا قلت له يا رب ايه اللي بيحصل؟ قلبي، قلبي المسيح مكسور على الكنيسة بتاعته، الكنيسة بتاعته هو احنا، ان قلبي يبقى قريب من الله، قلبي امين، انا صادق مع نفسي، انا صادق مع نفسي. وبعد كده لما الله يرتاح في قلبي هيرتاح في بيتي، ولما انا هروح الكنيسة الله هيرتاح في الكنيسة. معلش سوري. الله هيرتاح في الكنيسة، فالله مش مرتاح في الكنيسة. فده وقت ان احنا نقعد قدامه ونقول له يا رب سامحنا، حبينا العالم، حبينا الشهرة، حبينا الفلوس، حبينا حاجات كتير اكتر منك، حبينا حتى مكانتنا في الكنيسة، حبينا ان انا ابان وان انا اظهر، مش مهم واحد تاني يتداس عليه، مش مهم عيل تاني في سن المراهقة يضيع ولا يضيع في العالم. يا جماعة القصص اللي انا بسمعها عن الشباب مرعبة مرعبة. انا لسه واحدة بتتصل بيا من الكنيسة الأمريكية وبتقول لي صلي لواحدة تاني بنت 24 سنة حاولت تقتل نفسها. يا جماعة قصص الانتحار وقصص الشباب اللي ما عندوش أمل في الحياة شيء مرعب، شيء مرعب. وإحنا المؤمنين محصورين كده، يعني ماسكين في العالم بطريقة غير عادية، عمالين نحاسب الناس، انت بتروح عن الكنيسه وانت بتروح الانجيليه، ولا انت بتروح الاوثوذكسيه وانت بتصلي، انت ما بتصليش، انت بتصوم ما بتصومش. يا جماعه نتوب، نتوب يا جماعه، ده وقت توبه. نفسي نقرا مع بعض في يوحنا، يوحنا لما الرب راح اتكلم مع السامريه. الرب بيفكرني بالايات دي، لما راح ربنا اتكلم السامري وبعدين قال لها انت ليكي زوج؟ قالت له لا انا ليس لي زوج. فقال لها كان لك 5 ازواج، ده يوحنا 4 وبدايه من عدد 20، والذي لك الان ليس هو زوجك. وقال لها هذا قلت بالصدق. قالت له المراه يا سيد ارى انك نبي. وبعد كده قالت له ايه؟ يعني هو لسه الرب قال لها انك انت كان ليكي 5 ازواج وانت مالكيش زوج، وبعدين على طول بدل ما تشوف الـ يعني الزباله اللي جواها وتشوف الحياه اللي هي فيها، قالت له ايه؟ قالت كده، قالت اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه. فهي بتسأل ربنا نسجد في حتة، نسجد في هذا الجبل ولا نسجد في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه. فقال لها يسوع يا امرأة صدقيني إنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون للآب، لا في أورشليم ولا في هذا الجبل. أمال ليه يا رب؟ في عدد 24 فبيقول لها إيه؟ الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. يعني إيه؟ يعني بالحق، بالحق، قلبي فيه حق، قلبي ما فيهوش التوى، قلبي مش بروح الكنيسة علشان أبين للناس إن أنا شكلي حلو، أو أنا ليا مصلحة مع حد في الكنيسة، أو إن أنا ليا هدف إن أنا رايح الكنيسة وأنا قلبي مبتعد عن الله. فيقول لها الذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. مش مشكلة نسجد إزاي، مش مشكلة أنا بسجد إزاي، مش مشكلة بسجد إزاي. ما في ناس على فراش المرض ما تقدرش تقوم، ما تقدرش تقعد، مش مشكلة هبص إزاي، مش مشكلة هقف إزاي، مشكلة قلبي يا جماعة.
يا ابني اعطيني قلبك. اهم حاجه يا جماعه في العباده ان قلبي يكون صح، ما كنش انسان مرائي، ما كنش انسان انا بكرم الله بشفتي واقول هللويا واسبح، ممكن اقود علشان ممكن اكون بظهر او يبقى شكلي حلو قدام الناس او انا احس ان انا كويس. يا جماعه ربنا مش هيرضى، مش هيرضى، مش هيرضى. مفيش يا جماعه، مفيش سلام هيبقى في البيت، ولا هيبقى فيه هدوء في البيت، ولا هيبقى فيه هدوء في حياتي الشخصيه لو انا انسان مش امين. ربنا عايز الذين يسجدون يسجدون بالروح والحق. بالروح يعني ايه؟ بالروح، بالروح مش بالجسد. بالجسد ممكن اصلي، وبالجسد ممكن اوعظ، وبالجسد ممكن ارنم، بالجسد ممكن اعمل كل حاجه والبس وش كده قدام الناس واوري للناس انا جميل وحلو ورائع، بس ربنا مش راضي على كده، ربنا مش موافق على كده. اللي عايزه ربنا بالروح، بالروح. الروح لما بيشاور على حاجه غلط جوايا بتوب، بالروح والحق يسكتوا. يبقى قلنا ايه؟ الله ممكن يسكن في بيتي؟ لا، الله هيسكن في بيتي ويرتاح في بيتي لما يسكن في قلبي. يبقى اول حاجه علشان الله يسكن في بيتي، يسكن وسط عيالي، يبقى في سلام مع زوجي، يبقى في سلام مع زوجتي، بنحترم بعض، بنخضع لبعض. لما انا بقول رايي زوجي بيحترمني وبيسمعني، لما زوجي بيقول رايي انا بحترمه وبسمع، بنخضع لبعض والعيال تخضع لينا واحنا نخضع ونسمع للعيال، عيالنا الكبار. يبقى في سلام، يبقى في محبه في البيت، ولا هيبقى في سلام في حياتك، ولا هيبقى في محبه، ولا هيبقى في هدوء لانك انسان مرائي. انا اسفه ان انا بقول الكلام ده يا جماعه، بس ده اللي على قلبي. انا اسفه ان انا بقوله، بس نتغير يا جماعه، نتغير الى تلك الصوره عينها، نتغير، نتغير الصوره اللي ربنا عايزنا نكون عليها، ونصدق ان ربنا بيدينا فرصه ان يشيل الوباء ده ويحمي اولادنا ويحمي بيوتنا. واللي عنده بيزنس ربنا يحميه، واللي عنده اولاد صغيره ربنا يحميه، واللي عنده اب او ام مسنه ربنا يحميه. ارجع تاني، بيقول لك ربنا واقف على الباب واقرع، وان فتح احد الباب ادخل معه اتعشى معه وهو معه. ده في رؤيا عدد اصحاح 3. احنا يا جماعه مش عايزين ربنا يدخل جوه يتعشى معانا ونتعشى معاه، لا، ربنا هو الدليفري. بنروح لما بنبقى عايزين حاجه، بنروح الكنيسه ونصلي ونعيط، نتصل بكل الناس اللي نعرفها اللي ممكن تصلي عشان عايزين حاجه، عايز اخلف، عايز ولد، عايز بنت، عايز شغل. لكن ربنا ما بيدخلش بيتي، ربنا ما بيرتاحش في بيتي، ربنا مش بيتعشى معايا، لا، ملوش مكان في البيت، ولا ما ينفعش يدخل البيت، لان في حاجات غريبه في البيت، وفي افلام اباحيه، وفي حاجات قذره في البيت، فربنا اصلا ما ينفعش يدخل البيت. فربنا عايزين ربنا الدليفري، انا عايز ربنا الدليفري اللي بيجيب لي الحاجه من على الباب واقفل في وشه. او ممكن اقول له ايه كمانك، انا ممكن ما افتحلوش الباب، اقول له ممكن تسيب الحاجه، يعني ساعات في ديليفري اقول له انا مش هبقى مثلا موجوده في البيت، حط الحاجه على الباب وشكرا، الف شكر، والفلوس دفعتها بالكريدت كارد. هو دي علاقتك بربنا؟ ربنا مرتاح في قلبك؟ ربنا مرتاح في بيتك؟ كنيستك يا جماعه اللي في بيتك اهم من الكنيسه اللي انت بتروحها. يبقى ريح ربنا في قلبك، ريح ربنا في بيتك. ولو ربنا ارتاح في قلبك وارتاح في بيتك، هتشوف الكنيسه دي لما نرجع الكنيسه تاني تبقى شكلها ازاي. ده لو ده حصل، لو فعلا، لو فعلا كل واحد قال انا هريح ربنا في قلبي وهتوب واخليه يدخل ويتعشى معايا واقول له سامحني واقول له هرجع لك تاني وبعدت عنك وارتاح في بيتي وارتاح في كنيستي، لما هنرجع تاني الكنيسه اللي بتبقى بنوكها فاضيه دي، الكنيسه مش هيبقى فيها مكان الناس تقعد عليه. صدقوني، صدقوني، كل واحد، كل مؤمن، كل واحد عليه خدمه وكل واحد عليه مسؤوليه، ده وقتك تتوب وتتوب قدام ربنا وتقول له يا رب سامحني على اللي فات واديني فرصه. ربنا بيديك فرصه تتوب وترجع تاني تخدمه بحماسه وطاقه افضل من اللي فاتت. هصلي معاكم وبعد كده هنسمع الترنيمه بتاعت راجع للاب الحنين. اي حد ابنه بيرجع له بياخده في حضنه، ربنا بيرجع بيقول لك تعالي لي، تعالي لي، عشان ياخدك في حضنه ويطبطب عليك ويغسلك من الهم ويغسلك من التعب،
اغسلك من الكآبة، هصلي معاك واقول واصلي حماية 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 يا رب، بنعلن حماية حماية رب، حماية لكل الأجساد، اتحد معايا في الصلاة ويا رب أنت تحميني، أنت تحميني من الوباء الخطري، أنت تحميني. قول له تعالى ربنا اسكن في بيتي، تعالى اسكن في قلبي يا رب، تعالى تعالى يا رب، شيل كل انقسامات في البيت، شيل كل نكد، شيل كل خناقات، علمني يعني ايه من كلمتك اتعلم اخضع لشريكة حياتي واخضع ليك انت اولا، وازاي اتواضع، وازاي يا رب اقعد قدامك، وازاي اتكلم معاك، قول له ربنا انا محتاج لك، محتاج لك، محتاجين لربنا اكتر من كل الماضي، محتاجين له جدا، كل واحد فينا يا جماعه محتاج لربنا اكثر من كل الماضي، اكثر من كل الماضي، الايام اللي فاتت في الايام دي انا محتاج لك، قول له محتاج لك، محتاج لك، محتاج لك، انا راجع ليك، راجع للاب الحنان، راجع وليا مكان، وصدق ان الله ليه مكان، ومهما كانت خطاياك كتيره او خطاياك قليله، الله عنده غفران لحياتك، والله عايز يشفيك ويشفي اسرتك، ولو انت محتاج صلاه عايز تسلم حياتك للمسيح، في التليفونات موجودة على الشاشة، لو عندك مشكلة، لو عندك أي حاجة اتصل اتصل، ربنا بيدور عليك، بيقول لك تعالى تعالى راجع للآب الحنان، وانت ارجع له وقول له أنا واثق إن ليا مكان. بشكركم بشكركم، بشكر كل الأحباء اللي بيتابعوني على هذا البرنامج، بنصلي من أجلكم، بنصلي لحماية دم المسيح حماية، بنصلي صلوات كتير جدا خلال الأسبوع، حماية دم المسيح عليك، على أسرتك، على كل ما تمتد إليه أيديك، وبركة المسيح معاكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، سلام المسيح. في كتير طرق وسط الحياة.